اكسبيرمنت 6 بروجكتايل موشن. رح نبلش نفتح باسكو كابستون. تجربتي اليوم رح نستخدم 2 فوتو جيت 1 تايم اوف فلايت اكسسوري. فوتو جيت عشان ال1، فوتو جيت عشان ال2، تايم اوف فلايت اكسسوري موصول عشان ال3. بدنا نعرفهم من هاردوير سيت اب. 1 فوتو جيت، 2 فوتو جيت، 3 تايم اوف فلايت اكسسوري. نعرف اكيد لانه عندنا 2 فوتو جيتس تايمر سيت اب. هاد بده يحدد لنا احنا شو واصلين وشو بدنا نقيس. هون رح انا نختار انه من الانيشال سبيد ومن التايم اوف فلايت. نيكست فينيش. عشان بدي داتا وديجيتس رح اختار 2 لارج ديجيتس. فيرست 1 رح تكون انيشال سبيد، سكند 1 تايم اوف فلايت. أول part رح يكون horizontal launch اللي هي theta equal zero. رح يقيس ال speed مجرد ما الطابة تمر من between two photo gates، ورح يقيس ال time لما الطابة تطلع من هون وتطب بال time of flight accessory. The three ranges short و middle و long بيختلفوا عن بعض بالقوة اللي بيعطيها الزنبرك باللانش. الرن الأولى هذا الصوت الأول، هاي يعني short range. الرن الثانية هي طقطين، واحد اثنين، هذا شو ميدل. والرن الثالثة رح تكون باللونج، ثلاث طقات، هذا اللونج. هلأ الرن الأولى رح نشتغلها رح تكون الشورت، طقة واحدة نطلع منها initial speed و time of flight. ندخل الطابة نختار طقة واحدة اللي هي الشورت. نعمل ريكورد، نطلق. هيك طلعت الداتا. هاي initial speed 3.15 والtime of flight 0.4. وزي هيك نعمل الميدل بس نعملها على صوتين، واللونج على ثلاث طقات او ثلاث مرات بنسمع الصوت. بعدين لازم نحسب الـ height of starting point اللي هو ارتفاع الفوهة تبعت اللانش، هاي عن الأرض. نقيسها باستخدام المتر، طلعت 0.85.